كيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في مجتمعنا؟ ما أكثر ما يلفتك بهذا الموقع أو بأي وسيلة تواصل أخرى؟ نتحدث عن ساعات معينة يعني تقضيها في اليوم؟ لا تقريباً والله يعني طول اليوم أنا أشوفها يعني. أنا بعيدة عن الاستخدام مواقع تواصل اجتماعي، ولكن مش كل الإعلام الجديد أنا بعيدة عنه. لابد من استخدامها، لكن كيف نستخدمها؟ لابد أن يكون لكل واحد منكم عنده رأي يعبر عن رأيه. هناك دائما مقولة أقول الشهرة لا تعني المعرفة، اللي هي على الفكرة مش بس فيها الحاجات السلبية، إيجابيتها أكثر بكثير، وفي حكام وملوك ورؤساء بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا مزيج من آراء الشباب والخبراء في منبر الشباب قريبا على تلفزيون الآن.